دلوقتي بالنسبه للتامين بعد اذنك يا شيخ، انا دلوقتي الطيران عملت بها حادث واتكسلت، التامين اداني مبلغ اديت بيه اقساط البنك، وبعدين في كان مبلغ زائد حوالي 4000 درهم، فانا عايز اعرف الحكم في الاموال ديت يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فعن قضية البنك وشراء السيارة، فلا تشتري سيارات من بنوك فإنها ربا وحرام، والبنك لا يمتلك السيارات وليست عنده معارضه وليست عنده أصول البيع والشراء المتبعة، ولا أظن أنه يسمح له بممارسة هذه التجارة. ولا تغتر بدعوى من يقول هناك بنك إسلامي فيضل بقوله أقوام كثيرون، فابتعد تماما عن كل البنوك بهذه التوصيفات المذكورة في سؤالك. أما عن التأمين